السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم في قناة وسيم تك ودرس جديد من دروس برامج الحاسوب. كثيرا ما تشاهدون مثل هذه الفيديوهات المترجمة، مترجمة بواسطة الكتابة وليس عن طريق عملية الدبلجة. كما تلاحظون من الوهلة الأولى أن الكتابة تختلف من فيديو إلى فيديو حسب اللون وحسب الشكل وحسب تموضع هذا الكتابة. يمكن أن تأتي على شكل شريط أزرق أو أخضر أو أبيض أو أسود، وقد تتساءلون كيف يتم ذلك. هذا هو موضوع درسنا اليوم والدروس المقبلة إن شاء الله، كيف يتم كتابة الترجمة على الفيديوهات والتحكم أو التصرف في الكتابة، نوعها وشكلها ومكانها ولونها أيضا. لنأخذ مثلا هذا الفيديو كعينة لنطلع على بعض الخاصيات التي يمكن إضافتها إلى الفيديو. وهنا الترجمة الرئيسية مكتوبة باللون الأبيض، قد كتبتها باللون الأبيض ويمكن أن تغير لونها إلى اللون الذي تريده وإلى نوع الكتابة الذي تريده. وهنا في هذا الركن قمت بإضافة توضيح أو شرح لكلمة ما وردت في الفيديو، فمثلا كلمة اسم إريك زمور ذكره هذا الكاتب، ولمن لا يعرف من هو إريك زمور أوضحت في هذا النص القصير من هو إريك زمور. ويمكن التحكم في مكان وضع هذا النص على اليمين أو اليسار وفي لون الكتابة ونوعها. وهنا أضفت لوجو إلى الفيديو، اللوجو الخاص بقناتي قناة الترجمة. ويمكن أيضا هنا اختيار نوع الكتابة ولونها والمكان الذي يمكن وضع في هذا النص، حيث يمكن أن نضع في أي مكان هنا في هذا الفيديو، في الأركان هنا على اليمين أو على اليسار أو في الوسط، أو جعله يتحرك مثلا ينتقل من مكان لآخر، أو جعله يدور في مكانه مثلا هكذا كما سأريكم هكذا حركة الدوران. وسنأتي إن شاء الله في الدروس المقبلة إلى شرح كل هذا، كيف يمكن التحكم في اللوجو وجعله يدور وجعله ينير ويطفئ، أي نضيف عليه خاصية الوميض وجعله كذلك يتلاشى يظهر ويختفي إلى غير ذلك من الخاصيات. إذن ننتقل إلى البرنامج الذي يمكننا من فعل كل هذا. البرنامج هو برنامج AGSAB، وهو برنامج مجاني وبرنامج جميل جدا. هو البرنامج الذي أفضله لأنه لديه مزايا عديدة، وهو الذي أستعمله في ترجمة كل هذه الفيديوهات التي ترى. إذن ننتقل مباشرة إلى التعرف على هذا البرنامج. إذن وكما سبق لي أن قلت، برنامج AGSAB برنامج مجاني، وللحصول عليه وتحميله فقط يجب عليكم كتابة AGSAB في جوجل والذهاب إلى محرك البحث، النقر عليه ثم يذهب بنا محرك البحث إلى هذا الرابط. هذا هو رابط برنامج تحميل AGSAB، هذا هو الموقع الرسمي لهذا البرنامج. نضغط عليه مرة واحدة فيعطينا هذه الواجهة الرسمية لرابط AGSAB. ولتحميله نأتي إلى هنا، نتأكد من أنه مكتوب هنا Windows، وهنا كلمتان مكتوب فيهما Full Install. نضغط على هاتين الكلمتين فيبدأ التحميل مباشرة كما ترون
في هذا الركن. وبما أنه قد سبق لي أن حملت هذا البرنامج فإنني سأوقفه هنا وأذهب لسطح مكتبي، سطح مكتب حاسوبي، حيث توجد هذه الأيقونة. عندما تنتهون من تحميل هذا البرنامج ستتحصلون على هذه الأيقونة، ويجب فتحها بالضغط عليها مرتين. هكذا، هذه هي واجهة برنامج AGSAP. كما تشاهدون، هذه الواجهة مكتوبة باللغة الفرنسية، وعند تحميلكم لهذا البرنامج فغالبا ما ستتحصلون على برنامج مكتوب باللغة الإنجليزية أو لغة أخرى حسب البلد الذي تجدون فيه. ولتحويل واجهة هذا البرنامج إلى اللغة العربية نأتي إلى هذا العنوان Affichage. وإذا كانت واجهتكم مكتوبة بالإنجليزية فإن مكان أفيشاج ستجدون الشاو. نضغط على الشاو أو على أفيشاج، ثم نأتي إلى هذا السطر الأول حيث مكتوب لونج أو لانجويج. نضغط عليها ثم نتحصل على نافذة تحويل الواجهة إلى اللغة التي نريدها. هنا نريد اللغة العربية، نضغط على اللغة العربية ثم ننقر على أوكي، ثم ننقر على نعم أو يس أو وي، ثم نتحصل بذلك على واجهة مكتوبة باللغة العربية كما تشاهدون. وسنكتفي في هذا الدرس الأول بالتعرف على أهم استعمالات هذا البرنامج، أهم المفاتيح وأهم الأزرار التي توجد في هذا البرنامج نظرا لضيق الوقت. وفي فيديوهات أخرى سنعمل على شرح كل خاصية بحدة. هنا أول خاصية أو أول مفتاح هو هنا فيديو، حيث مكتوب في هذا العنوان فيديو. نضغط على هذا الفيديو ثم نضغط على فتح فيديو، وذلك لتحميل أو لجلب الفيديو الذي نريد ترجمته والاشتغال عليه، مثلا هذا الفيديو. هذه هي شاشة الفيديو وهذا هو الصوت، هذه دبدبات الصوت. يمكننا التحكم في شاشة الفيديو، تغيير حجمها من هنا، نكبر شيئا ما حجم هذه الصورة هكذا. وعند تحميلكم للفيديو قد تظهر لكم شاشة الصوت الخاصة بالصوت، قد تظهر لكم هكذا. هذه الشاشة لا تساعد على التحكم في الصوت وجعله يتناسق مع الكتابة. ولتغيير هذه الشاشة، شاشة الصوت، يجب عليكم الضغط على هذه الشاشة الصغيرة ذات اللون الأزرق، وضع المحلل الطيفي، نضغط عليها ثم نحصل على دبدبات الصوت. هكذا يمكن لنا التحكم في الصوت كما نريد وكما تشاهدون. هذه الفراغات، هنا يتوقف الصوت وهنا يبدأ وهنا يتوقف ثم هنا يبدأ. هنا يمكن التحكم في الصوت بشكل جيد وجعله يتناسق مع الكتابة التي يمكن لكم الكتابة هنا في هذه النافذة كما ترون. إذن هذه هي دبدبات الصوت أو الشريط المتعلق بالصوت. هنا الصورة. ولتشغيل الفيديو نشغل، ننقر هنا، البوافر نوار. فيه ننقر هنا، عفوا سأنقص شيئا ما الصوت لأنه مرتفع جدا. إذن لتشغيل الفيديو ننقر Savez-vous que les هنا. faux aliments en Chine ne sont pas étudiés jusqu'à ce que quelqu'un meure? بعد C'est الوقت comme ça qu'un vendeur de marché ننقر chinois هنا. ولجعل الفيديو يستمر في الاشتغال Di Wangdong a récolté de la boue locale et l'a vendue comme poivre noir. En plus, il a vendu... هذا الزر الذي يوجد به قوسين أحمرين هو يتعلق بتشغيل مقطع الفيديو الذي نحن بصدد الاشتغال فيه. مثلا نحن في المقطع الأول أو السطر الأول، نضغط هنا
Le poivre noir. Savez-vous que les faux aliments en Chine ne sont pas étudiés? Le poivre noir. Savez-vous que les faux aliments en Chine ne sont pas étudiés? Le poivre noir. Savez-vous que les faux aliments en Chine ne sont pas étudiés? عندما نريد تسجيل هذا المقطع نضغط على هذه العلامة الخضراء أو هذه العلامة الخضراء هنا نضغط هنا أو هنا نفس الشيء نضغط هنا ثم ننتقل إلى السطر الثاني أو المقطع الثاني هذا هو المقطع الثاني نضغط هنا مدته ثانيتين أو نضغط هنا لتشغيله Qu'est-ce que quelqu'un meurt, c'est comme 5 avants. المقطع الثاني ثانيتين أيضا. المقطع الأول دائما فيه 5 ثواني. والمقطع الثاني فيه ثانيتين والمقطع وكل المقاطع يقطعها البرنامج بشكل تلقائي إلى ثانيتين سنأتي في درس آخر إن شاء الله إلى شرح كل هذا كيفية التحكم في الكتابة ونوع الكتابة وكيفية التنسيق ما بين الكتابة والصوت الزر الآخر هذا الزر فقط يستخدم في الصوت المقطع الذي نحن بصدده. Vendeur de marché chinois, Di Wangdong. وإذا مددنا هذا المقطع هكذا، فإن الصوت سيصل إلى هنا. نضغط هنا. Vendeur de marché chinois, Di Wangdong a récolté de la boue locale et l'a vendue comme poivre noir. En plus, il a vendu du poivre blanc qu'il mélangeait lui-même avec de la boue et de la farine. Les nouilles. En 2011, dans la ville de Zhongshan, en Chine, les gens ont commencé à se plaindre des supposées nouilles qu'ils avaient achetées. هذا ما يتعلق بالصوت وسنأتي إن شاء الله بكل تفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة نأتي إلى هذه الخاصية على شكل زائد هنا ننقر عليها هذه تمكننا من نقل الترجمة إلى أي مكان نريده إلى أي مكان نريد في الشاشة إلى أسفل أعلى أو أي شيء هنا لدينا هذا الشكل S نضغط عليه لنختار نوع الكتابة التي نريدها هنا أنواع الكتابة وهنا حجمها قد نضيف إليها وهنا نضيف لها الألوان نختار الألوان ثم نقوم بموافقة وسنأتي أيضا لشرح كل هذا بتفصيل أما الآن نظرا لضيق الوقت سأوقف تسجيل هذا الفيديو لنكتفي بهذا القدر إن شاء الله وسنقوم بشرح كل هذا في الدروس المقبلة إن شاء الله نشرح الصوت والكتابة وكل شيء في هذا البرنامج وكيفية استخراج هذا البرنامج بالشكل النهائي مترجم وكيفية نقله إلى أو عرضه على اليوتيوب أستودعكم الله وإلى اللقاء في درس آخر من دروس الدروس المتعلقة ببرنامج الترجمة إيجي صار